السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، إن شاء الله تظلوا بصحة وعافية يا رب. كل سنة وأنتم سالمين. بالنسبة لقدوم سنة 2023، الله يجعلها سنة سلام وأمان وخير علينا وعليكم يا رب. اليوم بعيد عن الفيفا، بعيد عن الرياضة، اليوم جيناكم من عالم السيارات، من أقوى ألعاب السيارات بالعالم، لعبة فورزا هورايزن 5. اليوم راح آخذكم جزيرة بسيطة بالإكس 5، عشق الإكس 5، تفرجوا. يا اخي سيارة الاحلام بالنسبة لي، انا بحب لها السيارة، يعني على كل هلا شد نزلت موديلات حديثة، فهذا الموديل بالذات بحبه. يلا نقول بسم الله ونبلش. يلا بسم الله. طبعا السيارة معدلة يا رجال، شد يلا راح نمشي فوق 300. هو الثبات على الثبات، هي السيارة كان لاطت فينا، راحت فينا بالحرب. فأنا مصمم اللعبة مثال مختلف. يعني اعطيك اياها محاكية للواقع بشكل عجيب، يعني اللعبة متعوب عليها والله. نستنى الجزء السادس ان شاء الله. تمام يلا. لاصق يا شباب لاصق. منظر رهيب، يعني بتحاكي الواقعية بشكل كبير. يعني ما صوت القطار يا رجال. نرجع كمان طرينا. هاي جزيرة جبال المكسيك، طبعا هاي سيارة لعبة من المكسيك. يعني ادعس في القناة، ادعس. الله على 300 مشية بين هالجبال. يلا على 350، ما عليك. يلا 350، يلا ما لي شيء لجنة البنزين. يلا ريكي. يلا على الشارع. يلا
جنب السيارة، نحس بالواقعية أكتر. الله واقعية قسما بالله يا رجال. شوف الطريق الأحمر مودي. السيارة حيز حيز بس عزلي أنا طول. يلا 120 29 30 32 لما صرت بقلب السيارة الحماس زاد، كرة الأدرينالين طلعت. جار 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 الطريق. أيوة نرجع لخارج السيارة يا رجال. الله داخل السيارة قطع على حالك. يلا راح نوصل لوجهتنا. اليوم راح نكتفي معكم بهذا القدر. كانت قصديرة حلوة، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. لكل شخص بشوف الفيديو لا ينسانا من الاشتراك بالقناة، اللايك يا حبيب لا تنسانا منه يا غالي، تعليق مرتب زيك، وإن شاء الله تضلوا بصحة وعافية يا رب، وإلى اللقاء بالحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.